أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم إنما توعدون لآت قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار صدق الله.